عدي لا تمد ايدك الله تضربك وتشاكوك. شوف ابو عاش وانا مسنى ضربك واحدة على الخلاص تنتهي بعد مو خلي اشوفك بعد انا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، رمضان كريم علينا وعليكم على كل الشعب العراقي، كل عام وانتم بخير وعدي ما يعوف الغراب اكيد. اكيد راح يوقع الخضار كلها والله عدي ايش كم مره. فراس فروس تعال تعال. واكيد يعني فراس اليوم ويانا فراس يعني عدي شفته شلون يلعب الغراب ها والله يعني ما خلى حاجه بعش الخضار قلبها وخلي بالبوتيته يعني ليش هيك شلونكم اكيد اشتاقيت لكم هوايه واشتاقيتونا. فراس يسلم عليكم يقول كل عام وانتم بخير وسلام وسديد وعدي اكيد سالم تاج راسي حبيبي والله ماكو فرق. اليوم طبختنا حتكون مختلفه، اليوم طبختنا حتكون هي الجوردن، حيكون يعني الجوردن بلو، حيكون الجوردن بلو دجاج على روحي مو ويانا الطبخه الثانيه حيكون الكفته، حتكون الكفته بالبطاطا وراح نشتغلها وراح تشوفون لا بالبوتيتا كفته بالبوتيتا راح نشوفكم شلون راح نشتغلها وشلون شغلها وشلون عملها. شو تقول يا عدي؟ عدي اليوم مالك صوت ماكو تمن احمر، يوميه تمن احمر والله موتتني. فروسي ناخذ المقادير لو كيفك نبلش. عندي هنا صدر الدجاج حيكون موجود، صدر الدجاج جوردن بلو حيكون اكيد بالجو ويانا يعني صدر دجاج جبن مبروش افطر حشوه حسب الرغبه، راح نقول لكم شلون حسب الرغبه الحشوه. حيكون بيض عدي بقسم، راح يكون الطحين والتوابل اكيد حسب الرغبه. عندي هنا صدور الدجاج، جبت الصدر دجاج نفسه خليت قصيت منه، يعني استعملت صدر الدجاج يكون كامل ثلاثة أرباع اخذت منه، فتحته بالسكينه وخليته بالتشيس، تشيس جوه وتشيس فوقه خليت ودقيته بهذا المضرب، ابقى ادق بيه بهالشكل هذا، ارجع اشوفه يتطشر ارجع المه هالشكل، اسوي على شكل طوبه وارجع اخليه. ممكن عادي مثروم وممكن يصير اللحم لحم عجل، ممكن تجيبون احمر يعني يكون شرح بدون اي ليه بدون اي دهن به، وحيندق نفس الطريقه، واذا الاسهل لكم ان الثرمون، الثرمون ماكو فرق بين الثرم ويكون والدق بهالشكل هذا. بقيت ادق بهالشكل صار عندي السمك هيك يصير هالشكل، لازم نخلي احنا تشيز فوقه وندق، صار عندنا بهالشكل هذا. هسه راح نجي هنا اكيد صدر الدجاج انتهينا منه، نجي هنا للحشوه اللي هو جبن مبروش والفطر، وعندي هنا اللي جبته اللي هو الحبش او المارتديلا او الشاورما، ممكن اي حشوه او ممكن تسوون انتم حشوه بالبيت لحم تقطعوه هيجي وتحمصوه حشي ضلع وتحمصوا بالزبده وتخلوا على صفحه يبرد وتجي وتخبطوا ويا الجبن. احنا نخبط احنا الحشوه كذا احنا نخبطها وشو قلنا التتبيله، حتكون التتبيله عدي شويه من البصل والثوم المطحون وشويه من الملح، خليت عدي ثوم هنا ثوم يكون الثوم السائل ممكن ثوم عادي نمسحها بالثوم. البيض حتكون عدي تقريبا 10 بيضات او 13 بيضه او 12 بيضه للجوردن، ثلاث قطع او اربع لان الجوردن يحب شويه سمك مال بيض يكون اكثر حتى نخليه ما لان يكون نحس بسرعه يتفلش. نجي هنا نبلش، نجي هنا للكفته، اكيد عدي راح يجي ويشوفنا شلون الكفته. عدي هنا لحم مثلهم تقريبا 400 غرام او 500 غرام ماكو اي مشكله، يعني اللي هو نص كيلو او جو نص كيلو ماكو اي مشكله. كزبره والفلفل حتكون عندي الثوم، حتكون عندي بيضه والملح، اكيد هنا قيمه الطبخ راح تكون للبوتيتا راح نشتغلها
نسويها ويا الجبن، راح نحشيها تصير الطبقه الفوق اللي هي الجبن، راح نشتغل وياها خضار. نبلش اول شيء شو تقول، نبلش بالكفته، نجي ناخذ شويه من الخضار، ناخذ بصل، عندنا هاي بصل، عندنا هنا فلفل اخضر وعندي هنا الطماطه، راح ناخذ ونشتغل. وبروكلي اكيد راح يكون السوتيه يا عدي، راح يكون طبق الجانبي اللي هو شنو السوتيه يا عدي، راح نجي ناخذ وصله نقطعها بهالشكل حتى نخليها بالفرن تستوي. نور من الانبار، مساء الخير، رمضان كريم، كل عام وانت بخير. علينا وعليك. اسمعين يا نور، رمضان كريم. عيوني شلونك، شو اخبارك؟ شلونك كيف؟ الله يخليك، شلونك امورك؟ والله الحمد لله كيف؟ يوم يوم سوية تم الاحمر، خير تفضل عشان يجلس. والله اكيد سالم يقول قابل، احنا يعني ما نجي لازم احنا هم معزومين. هلا بيكم، تعالوا تفضلوا يا ابني. والله اكيد يقولوا شكرا، وان شاء الله بالافراح نجيك، اكيد انا موجود حتى اطبخ لكم. كيف ما زحمه. عيني الدومة من اسويها تعجن ليش؟ تعجن اكيد مي هواي مخليه، خلي كوب من المي واحد وخليها نار هادئه وعلى البخار، راح تطلع عندك لوز يا لوز. اوكي اوكي، اشكرك كثير. شكرا لك، شكرا لك. اكيد هي مخلي يمكن دول كم من المي هو نص كيلو. انها قطعنا البصل بهالشكل هذا، البصل اكيد حبيبي سديد تحت راسي. هسه هنا سوينا البصل، حلو يا البصل فوق الكفته، خلينا البصل. راح نجي ناخذ من الفلفل الاخضر حبيبي. راح نجي ناخذ الفلفل الاخضر، صير الجو حار. قطع اي ماكو مشكله. هسه قطعنا الفلفل بهالشكل، فلفل الاخضر. هالشكل عدي. ها؟ مو هسه يا بيضتين. هسه هالشكل ونسويها على شكل ناعم يكون، ونجي نرجع نخليه ويا لحم الكفتة ضفناه. نجي هنا يكون عندي الطماطة، طماطة يا طماطة يا حبيبي، تحب الطماطة يا عدي؟ حطها بهالشكل هذا. عدي ما تمل من التمن الاحمر؟ ما يصير عندك ملل؟ يعني هسه بالبيت تسوي يعني كله تمن احمر؟ مندي يا مندي يا مندي. هسه هنا ضفنا الطماطه والفلفل الاخضر والبصل ويا اللحم ضفناه. عندي هنا قلنا الكزبره راح تكون، والفلفل الاسود يا حبيبي، فلفل اسود هنا، والمل. ابو صلاح عندي هنا ملح يا ابو صلاح، كل عام وانت بخير. الله يخليك، رمضان كريم ان شاء الله. سعد عباس الورد، وعليكم حبيبي. شلونك يا حبيب قلبي انت؟ شلونك عيني؟ الله يخليك، الله يحفظك. اللهم ربي يحفظك ويخليك نعمة للناس. شكرا. ان شاء الله خير وبركة. شكرا لك، شكرا. خلينا الثوم السائل، بس نطلب طلب من يمك. عيوني
نريد اكلات شهد السكر، هم هذول الشعب العراقي الحمد لله ما يسويته الا كله 24 ساعه صار عنده السكر. صار شو نقول؟ نقول ممكن الاستاذ عباس عنده فد اكله ملائمه او شيء بعيده من السكريات، نقول الاستاذ عباس على مود هاي الناس هم حقها عليك. اي صار تأمرني هذا الموضوع تخليه تهتم به، لان تكثر مع الشعب العراقي هو بيسكر ان شاء الله. احنا لا ان شاء الله مو حيكون ورا ان شاء الله، والله ما انتي ورا رمضان راح نشتغل كل اسبوع، حيكون عندي يوم واحد اللي هو الدايت والسكر، راح نشتغل اكيد نشتغله ونشوفكم شلون استاذ عباس حبيبي. استاذ عباس عيوني، احنا نطلب ونترجى من اذاعه الرشيد ان يخلونا كل اسبوع يعني بالاسبوع بالشهر فد اربعة ايام للاستاذ عباس، يعني هاي الناس كلها تستفيد من عندها من الاكلات الطيبه اللي قاعد يقوم الله فيها الله هذا خلي. الرجل المحترم اللهم لك يحفظه ان شاء الله. هو مو فقط يوميا الصبح مال الشعب العراقي، الله يخليك انسان خدم يخدم الناس في هاي المعلومات تاج راسي. اكيد اكيد ذوقك جميل. احنا نشتغل ورا قبل رمضان وورا رمضان اكيد، هي فقرتنا يوميا الساعه 11 12 هي موجوده فقرتنا ان شاء الله. احنا نريدك استاذ عباس علمنا على البرنامج مالك، نعوق كل مشاكلنا ونقعد على البرنامج حبيبي معك. حبيبي الله يخليك دوم ان شاء الله ماكو مشاكل. رحمه لبيك رحمه لبيك صار تأمرني صار. شكرا شاكرين فضلكم حبيبي. جميعا حبيبي. اخواننا الموجودين الله يخليك شكروك كلهم شكروك شكرا لك. خلينا شويه من الطحين وياها ونخبط بهالشكل. يكون نعم وبهالشكل نخبط. أم حسين من كربلاء مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ شلونك؟ شو أخبارك؟ رحم الله والديك. والديك الله يخليك وانت بخير ان شاء الله. ان شاء الله. اقول لك عباس عفية اريد مقادير ماي الكليت، يعني لو تسوي 3 كيلوات اربعه يعني عائله ضايعه. قلنا احنا نضاعف المقادير مالتها. نضاعف قلنا نضاعف على الكلاس مالتك ونضاعف المواد حتى تطلع عندك نكهه معتدله، تكون عندك قوام حلو للكليته. ممكن نطش مقاديرها على الشاشه حتكون؟ اي والله يعني ما اعرف مقادير يعني تذكر مسويته يعني مقداري شويه يعني صح. هو قلنا انا قلت لك تضاعفين كل ما زايدين الطحين راح تضاعفين المقادير. اي والله أوكي. هو اللي حيكون عندك مثلا 3-4 كوب طحين، اذا صار 8 راح يكون 2 زبد قالب ينزبد. ايوه وبهالشكل تضاعفين خاشوقة فانيلا حتكون خاشوقتين، سكر وحده تكون عندك 2 يعني مقادير مو اي هاي تكون على الشاشه اكيد. طحين 3 كوب حيكون عندي 6 ممكن 2 من الزبد. زيت حيكون عندي زبد 1 قالب 2 قالب. يوني شكرا لك شكرا. عندي هنا اكيد القالب راح يكون واللحم خبطناه بهالشكل هذا ويا الخضار راح نجي نخليه بالقالب هذا شوية. دهنا القالب ايه نشوف شلون عدي يجينا. لا عدي اكيد عدي لازم يجي هنا. خلينا اللحم بهالشكل هذا خليناه بالقالب. البيتزا هلا بعدي هلا بالشمعة حبيبي انت نورها حبيبتي. هسه خليناه الكفته بهالشكل هذا روسا من كركوك. اي نعم مساء الخير رمضان كريم. شلونك حبيبي؟ رمضان حبيبي شلونك شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك شلونك انت؟
حياتي بلا زحمة، بس سؤال. عيوني اسأل. حياتي ال تكة دجاج. تكة دجاج. شنو التتبيلة مالتها؟ تتبيلة مالتها. اشتغلنا احنا تكة دجاج، الله، اشتغلنا تكة دجاج. ممكن المقادير تكة دجاج يا فروس يا سالم ممكن راح تكون على الشاشة مقادير التكة اللي هي شيش طاووق راح تكون وياك. احنا قلنا نخبطها اكيد ويا حبيبي فروس اخذها وياي البيت بس راح تكون عندك هنا صدر دجاج 1 كيلو اجنحه اكيد مو كل الاجنحه نظفناها ذاك اليوم ويلها. خل ابيض نصف كل كوب. حيكون عندي عصير ليمون، حيكون عندي كمون ملعقه، فلفل ابيض مطحون، زنجبيل مطحون ملعقه، كوب معجون ملعقه، طعام شطه، فراس قريته نصف كوب اللي هو خل اكيد نصف اكيد اوس يعني مبدع مبدع. تعالج هنا راح نجي هنا. خلينا الكفته بالفرن، الكفته ضفناها بالفرن وراح ننتظرها تستوي. راح نجي هنا نحول للجولدن. الجولدن راح يكون عندي دنيا من الكركوك. مساء الخير عيني، شلونك شيخ؟ مساء الانوار، شلونك، شو اخبارك؟ والله الحمد لله تمامك، رمضان كريم روعه. الله يخليك، الله يحفظك. بس اكو اكله انت بالدعايه تطلع تاكلها. راح اشتغلها، هي هاي راح اشتغلها. اي والله بلقي ولا زحمه عليك. صار صار ايوه صار صار. اشكرك على هالبرنامج وعلى قناه الرشيد عين. شكرا لك، شكرا. ان شاء الله بالداعي ان شاء الله. الله يحفظك، شكرا لك، ذوقك اكيد جميل. الله يسلمك، الله يسلمك. هسه هنا بلشنا بالجوردن بلو اللي هو قلنا مثل ما قالت الاخت يكون هو بالدعايه موجود. هسه راح نجي هنا خبطنا الجبن ويا المارتديلا او الحبش او الشاورما او اي نوع او ممكن الخضار. لا تتقيدون شو تحبون الحشوه تكون، انتم تخلوها لحد يتقيد بالحشوة. خبطناها بهالشكل هذا. حلو. لهنا حلو. نجي هنا ناخذ قطعة. قلنا صدور الدجاج اللي هو صدر الدجاج داقي بهالشكل هذا بالشيس. وخليناه. لا انت. نجي هنا. ندوسها بهالشكل هذا. بهالشكل. ندوس بهالشكل هذا وانت صايم. هالشكل هذا. حلو. ونخليها. حلو. ممكن احنا اذا نريد نزيد الحشوة ماكو مشكلة. هسه نجي هنا عندي التشيس هالشكل هذا. نطبقها بهالشكل. سديد هالشكل نطبقها وندوسها. فريناها بالتشيس. ابو عبير. مساء الخير، رمضان كريم، كل عام وانت بخير يا ابو عبير. بخير علينا وعليكم حبيبي. الله يخليك حبيبي. اكلات السكر دامرنا، السكر والمرض اللي شويه بها يعني ما يصير بها اذيه علينا، يرحم والديك. اوكي ان شاء الله راح اشتغل بهاي اليومين، تامرني راح اشتغل اكله اللي هي الدات والسكر، تامرني امر يا ابو عبير. شكرا لك. راح نجي هنا ناخذ الحشوة وبهالشكل وبهالشكل
بهالشكل. يعجبكم البيض؟ اكيد احنا البيض راح يكون عندنا لازم تكون كميه البيض بهالشكل هذا، ما يصير انا اخلي بيضتين او اخلي ثلاث بيضات لان راح يصير شغله اكيد ما راح ترهم عندنا. هسه راح نقول لكم شلون تكون عندي. مو انا هسه يمكن حكيت يا فروس، احنا ممكن ننتظر الطبق شو راح يطلع بالتدريج وراح نعرف شلون البيض نستفاد منه. يا خلود يا خلود، هلا وشلونك؟ هلا وشلونك؟ شو اخبارك؟ شلون امورك؟ والله الحمد لله. عباس او عدي؟ اي عدي. عدي زين، يسلم عليك ويقول لك شو رمضان كريم. كلها حلوة. حلوة. مقبلات هاي مال البيتنجانية شلون يسووها؟ البيتنجانية. صار. ان شاء الله. هواي هواي. ان شاء الله راح اشتغل ويا قوز الشام باكر البيتنجانية. ان شاء الله. ان شاء الله. الله صار. الله يسلم عليك هذا كله وخاصة عدي. عدي يسلم عليك اكيد، يقول لك رمضان كريم والكادر كله من فراس الى سالم الى سديد. هالشكل هذا وبهالشكل هذا، خلينا الحشوة وبهالشكل. وبهالشكل هذا نجي نطبق حلو ونرجع وبهالشكل وبهالشكل. يا حلو يا حلو. ام انس، لو ابو انس، ابو انس ابو حبيبي، رمضان عليكم. كريم رمضان، نورتنا يا ابو انس. الله يسلمك. اريد طريقه عمل البقلاوه شلون؟ يعني عندي البقلاوه نعطيك المقادير تكون على الشاشة. شكرا لك، شكرا. ممكن البقلاوة يا سلوم، انتظر هنا. قلنا درجة حرارة تكون 180 الجو والفوق، وخليناها بالفرن الكفتة انتظرها تستوي. طحين 3 كوب للبقلاوة، بيض واحد، راح يكون زيت الزيتون ربع كوب، سكر راح يكون عندي ملعقه كوب ماء، راح يكون عندي الملح والدهن الحر واللبجوز، راح يكون اكيد الشيره. نجي هنا عندي صينيه وبها الطحين. الصينيه لطيف من بغداد، مساء الخير، رمضان كريم. اهلين وعليكم. شلونك يا شيخ عباس؟ حبيبي شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. شلونك عمي؟ الله يخليك. على مود السمك. السمك ايش بيه السمك؟ طبخ. شلون طبخ السمك؟ ايه. شو السمك شنو يعني، الفيليه او السمك؟ لا الشوي. الشوي. ايه. اكيد احنا عندنا السمك الشوي راح يكون سمكه عاديه، راح ننظفها زين، راح نملحها. شويه كركم نذبلها، راح نخليني شويه بالفرن او بالمزقافه نخليها تنشوي، ورا ما عفناها تنشوي نسوي صلصه لها اللي هي دبس رمان، خل ابيض، ثوم ماروز، ليمون يكون عندي، شويه ممكن فلفل اسود، ملح، راح نخبط نسويها، شويه كاتشب، شويه من المعجون والشطه نخبطها تكون الصلصه سمراء شويه ثخينه. راح تجي تستوي عند السمكه، قبل تستوي بعشر دقائق اطلعها اخلي الصلصه فوقها، ادهنها كلها بالصلصه وشبحها بالصلصة ورجعها بالفرن ربع ساعة تكون عندك لوز، وانت اكيد لوز. شكرا لك. هسه خلينا الجوردن بالطحين بهالشكل هذا. اكيد عدي راح يجي يمنا ويشوف شلون نشتغل الجوردن. ونخليه بهالشكل هذا، طحناه
نخليه على صفحة. نجي ناخذ القطعة الثانية نفتحها بهالشكل هذا، ناخذ القطعة الثانية ونطحل بهالشكل، نقلبها على الصفحة الثانية، نسوي لها مكان وبهالشكل 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 هذا. نجي ناخذ القطعة الثالثة، حتكون عندي وبالطحين. اكيد التشيس لايلون راح يكون تشيس لايلون اللي هو القوي، راح نفتحه بالسكين، نفتحه ونقصه بالمقص ونسويه بهالشكل هذا، يكون نايلون عادي لا حراري ولا اي شيء. الك هون عندي بهالشكل هذا، اكيد عدي يلعب بالغراض هواي. محمد من بغداد، مساء الخير يا حمود. السلام عليكم. وعليكم السلام الغالي، شلونك قلبي، شو اخبارك الحبيب؟ نجي نخبر البيت، رمضان كريم علينا وعليكم حبيبي. عباسي راير منك مرقه السمك، مرقه السمك المصموط. ايه يا اخوك عسكري وريد اطبخ اليوم. اوكي، حتكون ممكن مقادير المصموطه حتكون على الشاشه. ايه اكيد. هسه راح نجي ناخذ، شكرا لك. عندي بيض بهالشكل هذا، البيض هذا لازم يكون. انا اذا اخلي بيضتين يا فروس شو تقول يعني وين اخليهم؟ اسوين بيض عيون هالشكل هذا. اكيد نحتاج كميه من البيض حتى لان عندنا يكون الدجاج طري. ما اكيد هواي لو قالوا ايش دعوه هالقد بيض راح يعرفون شلون البيض والمن وشلون ايش راح نسوي. هالشكل هذا خلطناه. وبهالشكل راح نجي نجي عندنا هنا اكيد الصينيه بها الجوردن. عندي هنا البقسم راح يكون موجود ويانا، البقسم. نجي هنا ناخذ قطعه من الجوردن، نجي هنا نخليها بالبيض هالشكل. صارت عندي بهالشكل بالبيض. اذا اخلي كميه من البيض قليل راح ابقى اشيل بيها جوه دجاج، واكيد داقي منتهي من الدق ولها راح تتفلش عندي وما راح اخذ منها اي شيء وراح الوس الدنيا كلها. قاعد فرص. وبهالشكل هذا نشفها زين من البيض واخليها بالبقسم، وخلي فوقها البقسم. بهالشكل هذا راح اجي اطلعها واخليها على صفحه. وبهالشكل ادفعها بهالشكل هذا. اكيد يكون عندنا الجوردن ويا الطحين ويا الهاي اكيد يلوث المكان كله. عمار من دياله، مساء الخير. مساء النور، عيني شيخ عباس. حبيبي شلونك، شو اخبارك؟ الله يسلمك الله يخليك. الله يخليك. عيني شيخ عباس، بكم المقادير مال الكليشه؟ مقادير الكليشه راح تكون عندك على الشاشه، ممكن تاخذ لها صوره. وهاي الكليشه راح تكون عندك بالجو.
رجع نخلي بهالشكل هذا. نرجع نخليها نخليها ننتظرها شوية جف من المخصم اللي ضفناه. نجي هنا ناخذ القطعة الأخيرة نفر بهالشكل هذا. بهالشكل. سناء من كركوك مساء الخير. انقطع الاتصال يا سناء. هسه خليناها نخلي البيض على صفحة ونرجع اكيد نشتغل. ناخذ لنا نظرة صغيرة. نرجع نفس الشيء بهالشكل هذا. احنا حتى نسوي الجوردن نجي هنا ناخذ شوي من البخصم نرجع بهالشكل نقلبها بهالشكل هذا. آيات من صلاح الدين مساء الخير رمضان كريم علينا وعليكم. شلونك؟ ان شاء الله اجمعين. شلون شخبارك؟ الألف الحمد لله. بس اريد المقادير مال شو اسمه البيتزا. البيتزا. البيتزا ممكن سالم يا فروس حتى عندنا المقادير شقد. شكرا. صارت عندنا بهالشكل هذا. نجي هنا نطلع هاي القطعة نسوي القطعة الثانية. زمن من بغداد مساء الخير يا زمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عيني؟ شلون شخبارك؟ طبعا برنامجك كلش حلو واسلوبك حلو. الله يخليك اشكرك. يعني وانت بتقدمه كان سلس وبسيط يعني. شكرا شكرا لك اكيد ذوقك. انا اسوي لها هاي الجوردنز بس ما اسويها هيك دائريه اسويها على شكل يعني شلون لورا يصير. يكون البوبيا تو هذا يسموه يعني هيك افضل يعني هي ناجحه عندي بس يعني ما اعرف راح اجرب هاي الطريقه. هذيك احنا نسويها ممكن نضيفها للسلك نسلقها ونطلعها نحمصها. نعم. بالزبده هي اللي تحكين. نعم. عليها الروله يكون هو بوبيت حشوته تكون تختلف عن حشوة الجوردن. يكون بالجزر والجبن اللي يكون شرائح من الجبن يكون طوال وجزر مسلوق نخليه بداخلها والحبش المدخن ونلفها ونخليها بالسيليفون ونسلقها بالمي ولا ما سلقناها نطلعها نفتح السيليفون ونشوحها بالطاوة بالزبدة ممكن فطر وصاصة البشاميل وياها يكون هو البوبيت. البوبيت. اشكرك واشكر الاستاذ. شكرا. متعاونين بينكم. شكرا شكرا. بيناتكم كلش حلو يعني. الله يخليك. مجاملات حلوه. الله يخليك. واتمنى اعرف بس هو حدا يضوج من عندك. والمكان اللي تشتغل به المطعم. يعني والله ما اشتغل باي مكان يعني هو بس فقط بالرشيد وهذا. لا المطعم يعني المطعم إيه؟ يعني هو ما يعني اي مطعم ما اشتغل به يعني. ها يعني برنامج. بس برنامج بس برنامج. ان شاء الله بالتوفيق والتقدم للجهه. إيه شكرا خليناها مرة الثانية. شكرا لك
بخصم وحنرجع نبخصمها بخصمها بهالشكل هذا. ايه وبهالشكل هسه صارت عندي اختفت كل الدجاج، بقى بس البخصم عندي بهالشكل هذا. صارت عندي بهالشكل هذا جميلة. هسه تعال يمي هنا وخلنا نسولف. هسه عندنا الزيت كمية من الزيت حتى يحمي الزيت، ما يصير زيت نخلي قليل، لان هذا راح نضيفه بزيت كميه. شلون نقلي الكبه والبورق بزيت كميه كبيره حتى من ينزل يستوي يطوف لي فوق عدي، لازم يطوف لي فوق عدي. عدي هنا اكيد مكرمه، عدي هنا البطاطا راح نهرزها وبهالشكل 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 هذا بهالشكل. عندي هنا الملح، ضفنا من الملح وياها، راح نضيف الجبن، ضفنا كمية من الجبن سناء من ديالة. مساء الخير، رمضان كريم. الو رمضان كريم. ألو. عليك يا علينا وعليك سيد عباس، الله يخليك. شلونك انت اخبارك؟ الله يخليك. طبعا الله. من اول حلقه دا اتصل حضرتك، ما جاي حلقه، زخم عليك. اكيد اي والله زخم بالاتصالات بارك الله بيك. الله يخليك. زين اذا تخلص شهر محرم تريد ان شاء الله رمضان؟ يعني دون تطلع بالتلفزيون، واحنا هوايه مستفادين من عندك. أنا الله انا قبل رمضان وبعد رمضان وبرمضان انا اطلع، بس برنامج الصبح بيوم جديد الساعه 11 ان شاء الله. دائما اشارعك والله العظيم، ما تفوتني ولا حلقه. شكرا لك. شكرا. ممكن اريد طريقه تحضير لحم بعجين؟ لحم بعجين ممكن ناخذ مقاديرها على الشاشه اذا تحبين، راح تكون عندك. واكيد راح تجي حلقه حاشتغل لحم بعجين واحده وعلى اصوله اكيد بالعجينه مالته حقيقيه. شكرا لك. ضفنا الملح وهرزنا البوتيته، خلينا الجبن وياها، ضفنا الكريمه وياها بهالشكل هذا، راح نخبطها. تكون عندك اللحم بعجين بالجو، ممكن تاخذينها صوره. صار عندي بهالشكل هذا، راح نجي ناخذ من الزيت زيت الزيتون، ضفنا من زيت الزيتون وياها ممكن نخلي فلفل ابيض وياها ماكو مشكلة، ممكن زنجبيل مطحون كلش عادي. اي صارت عدي بهالشكل هذا حلو. راح نجي نشوف الكفتة مالتنا، هرزناها اكيد هاي البطاطا. روعة يا روعة، لوز يا لوز، يا سديد يا حبيبي يا لوز. حلو هنا كلام جميل. نجي ناخذ من البطاطا نضيف فوقها. اليوم ما اصرف تشفوف يا اصرف تشفوف وش دوره. هسه هنا عندي البطاطا، حيكون عندي نضيفها
فوق اللوز. لحم عجل اكيد الكفته تكون ويانا يعني شويه من اللي نضيف وياها ممكن 100 غرام من اللي نجي هنا نتبلها مثل ما شفتوا شلون تبلناها. واكيد البوتيتا حتكون بيها الكريمه والجبنه وراح بالفرن تكون غير شكل على البويسكل. اسيل من بغداد مساء الخير يا اسيل. شلونك عيني؟ شلونك؟ شو اخبارك امورك؟ اسيل الو شلونك عيني؟ شلونك؟ الله يخليك الله يسلمك، شنو الشغل الحلو هذا؟ الله يخليك قدامك والله. الله يخليك الله يسلمك. الله يحفظك. عمريني يا اسيل، راح نضيفها اسيل بالفرن. هايني الكفته حنخليها بالفرن. الله يخليك، بس اسالك بدايه ان شاء الله. خلينا نسمع صوت التلفزيون حتى تقدرين تسمعين قبل مباشر. خليناها بالفرن. اوكي 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 اوكي. بس ردت بدايه التمن الاحمر شلون بدايته تطبخه؟ التمن الاحمر بدايته؟ اي بداية التمن الاحمر راح نخلي احنا الزيت. تمن اختصاص طبعا عديه هو التمن. عندنا تمن نقعناه وغسلناه غسل حلو، خلينا على صفحه، جبنا جدر، خلينا زيت، قطعنا فلفل اخضر، قطعنا بصل حسب الرغبه، خليناهن، حمصناهن، دبينا معجون الكميه اللي نريدها، حمصناه المعجون ويا الفلفل الاخضر، جبنا التمن ناشف تمن بدون مي ونرجع نحمصه وياهن، راح يكون المعجون والتمن والفلفل والبصل والزيت يتحمصن سويا، عندي مي دافي بصفي او مي عادي راح نجيب ونخلي وياه. اذا يتنقع التمن مو اكثر من نص ساعه ممكن نخلي مي قليل ويا التمن، واذا ما منقعه راح نخلي كميه المي الصبعين فوق التمن. شكرا يا ورده. شكرا لك. شكرا اكيد نجي هنا ناخذ من زيت الزيتون. راح ندهن القالب بهالشكل. شكرا. ندهن عندي قالب من ال راح نخلي البطاطا راح نجي هنا قبل كل شيء نضيف الجوردن حتى يصير عندنا. نجي هنا نضيف الجوردن بهالشكل هذا، خليناه شكرا شكرا اكيد ذوقكم. خلينا البتيتا هنا يا عدي يا عدي يا حياتي يا حبيبي يا حبيبي يا عدي، ونخلي بهالشكل، نرجع نخلي بهالشكل. نجي نضيفها اكيد بالفرن. ونخليها خليها تستوي. نرجع هنا تدللون يا ولد. بس ضفنا الجوز، راح نجي شويه عندنا هنا. خلينا شويه من الزبده، راح نجي ناخذ الماشي حتى Thank you.
هنا نخليه يستوي على راحته. ناخذ شوية من الخضار كيد البروكلي، تدلع تهمرني تهمرني يا سلوم حبيب شكرا. قطع شوية من الشجر نضيفها ويا موت عليه. بس نقلب هالشكل نشوف الكفتة مالتنا. كفتة اكيد مالتنا تجهز وتصير عندنا لوز. راح نجي نطلع الكفتة يقول كل زين. حلو تكون تستوها رائع. بالشكل هذا اكيد الكفتة جهزت عندنا. اكيد عدي ويانا راح اشوف الكفتة. نجي هنا خلينا شوية من اوكي. صارت عندنا بهالشكل هذا. راح نجي شويه نزين من الكفوت. هذا الليمون رائع. هيك سوينا شويه من السوتيه صارت عندي بهالشكل. نجي نخلي للكفته صارت عندي بهالشكل هذا. شو رايك يا عدي؟ عجبتك؟ يقول غير التمن الاحمر ما احب. هسه نجي هنا نشوف البطاطا مالتنا داخل الفرن. نحضر الطبق. هلا بيك. هلا بيكم. واحنا قلنا اكيد هذا ما راح نتقيد به ممكن اللحم.
صار عندي الليمون بهالشكل. صار عندي الجوردن بهالشكل هذا. هسه راح نخلي السوتيه بالطبق يعني دي نخلي الشكل هذا. هلا بيكم. نورتوا. هسه نخلي اكيد جهزت عندنا السوتيه بهالشكل هذا. راح نجي ناخذ صارت عندنا اللوف اكيد راح يكون ويانا. صار عندنا وبهالشكل هذا اكيد ويا الطبق الكفته اللي جاهز كريمه تكون عندنا كريمه الطبخ. راح نجي نقطع يكون عندي بهالشكل هذا. يكون عندي صار عندي اكيد طبق الجوردن يكون بهالشكل. جهز عندي والكفته وياه اكيد الفطور يعني رائع وشهي. عجبتك عدي؟ شكرا لكم مشاهدينا الكرام، اكيد عجبتكم الجوردن البلو اللي اشتغلناه ويا الطبق السوتيه ويا الكفته من البطاطا. اكيد تكون عندكم روعه، فطار شهي، رمضان كريم، وباي باي.